أدان مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الاعتداء على دورية لرجال الأمن العام، وقبل الشروع بجدول أعماله قرأ النواب الفاتحة على روح شهيدي الواجب الذين استشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين مجهولين أثناء تأديتهما للواجب الوطني. جميع زملائي الأفاضل تقدموا بأحر وأصل التعازي والمواساة لجهاز الأمن العام وسائر أجهزتنا الأمنية الباسلة التي نثق بحرفيتها ومهنيتها العالية ومقدرتها على رفع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار أردننا العز والأبد. كما نتقدم بنصرتي الشهيدين والشعب الأردني النبيل بأحر وأصدق التعازي والمواساة، سائلين الله جل قدرته أن يتقبلهما في عمليهم مع الشهداء والصديقين وحسن ذلك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونقرأ على أرواحهم الطاهرة سورة الفاتحة.